معنا الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي. دكتور خالد أهلا بحضرتك. يمكن تابعنا منذ قليل جولة قام بها السيد الرئيس أيضا لعدد من المشروعات ومعارض المشروعات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والافتتاح لعدد من المشروعات. كيف تابعت هذا يا فندم؟ في البداية مساء الخير لحضرتك ومساء الخير للساده المشاهدين في كل مكان. ده دعم اكيد لكل المشروعات التي يتم افتتاحها وتوطين لصناعات جديده على ارض مصر لزياده حجم الناتج المحلي الاجمالي وزياده المنتجات المخصصه لزياده القدره على وفتح اسواق امام المنتجات المصريه بالتصدير الى خارج مصر. اعتقد ده كله بيلقى دعم لمزيد من توطين الصناعه ومزيد من الانشطه النهارده ومزيد من جذب الاستثمارات الخارجيه الى مصر لمزيد من هذا التوطين للصناعه وتطويرها ودعم كامل من القياده السياسيه لهذه المشروعات والعمل على ازاله كل المعوقات التي قد تعيق بعض هذه المناطق الحره. وعد السيد الرئيس بمزيد من المشروعات الخاصة بالمناطق الحرة، كل ده برسالة إلى كل المستثمرين في العالم أجمع أن مصر قادرة على حماية هذه الاستثمارات وعلى جذب مزيد من الاستثمارات وعلى دعم هذه الاستثمارات وتذليل كل العقبات التي قد تعيق مزيد من النشاطات والأنشطة التي تحقق المستهدف ولصالح الاقتصاد المصري. نعم دكتور خالد، يعني إذا تحدثنا عن المعوقات التي تقوم الدولة بتسهيلها أمام المستثمرين، من يعني أبرز هذه المعوقات؟ أبرز هذه المعوقات البيروقراطية اللي كانت موجودة في كل دولاب العمل الحكومي وبالأخص الهيئة العامة للاستثمار مصلحة الضرائب. أعتقد أن القوانين بعد تطويرها وبعد تعديلها وبعد تنقاحها اعتقد بتلقى الدعم الكامل من المستثمرين الان بعد ازاله كل هذه المعوقات، بالاضافه على فتح منافذ وتيسير في كل الموانئ المصريه لتصدير هذه المنتجات الى خارج مصر. اللي عشان بس المشاهد يبقى عارف، المشروعات المناطق الحره كلها مخصصه، انتاجها بالكامل مخصص للتصدير الى خارج الدوله المصريه، واعتقد ان ده بيعطي مزيد من الامل لزياده الصادرات ولزياده الايرادات المتعلقه بالعمله الصعبه، لان اعتقد زياده انتاج زياده صادرات زياده حجم اموال في هيئه اموال اجنبيه بيعاد استثمارها وتزر دخل على اصحاب هذه المشروعات وعلى الدوله المصريه. كل المعوقات التي كانت تعيق مثل هذه المشروعات والمناطق الحره النهارده القياده السياسيه عمل على تجاوز كل هذه المعوقات وتذليل كل هذه المعوقات وتجعل من هذه المشروعات آلية ونمط محدد تتعامل معه الجهات الرسمية من خلال الهيئة العامة للاستثمار والعمل على تيسير وتذليل كل العقبات أمام المناطق الحرة الموجودة في كل مصر. نعم طيب دكتور خالد، يعني يمكن من ضمن الأمور التي ذكرت وهو طبعا الرخصة الذهبية، بدل ما 26 جهة ولاية كان المفروض اللي محتاج يعني يقوم بمشروع جديد ان هو يتردد عليها، مما طبعا يستنفذ من الجهد والوقت الكثير. هل ده فندم يعني نقدر نقول ان هو من اهم يعني المشكلات أو المعوقات اللي قامت الدولة بحلها؟ قفزة من القفزات التي قامت الدولة بتيسيرها لكل المستثمرين سواء مناطق حرة أو موجودين في المناطق الصناعية اللي موجودة في كل مصر. أعتقد الرخصة الذهبية هو الحل السحري لكل هذه المشكلات التي كان يعاني منها المستثمر سواء الأجنبي أو المصري خلال الفترات الماضية، يعني بحثا على إصدار التراخيص وإصدار الرسومات وإصدار الرخص الفنية اللازمة. أعتقد أن الرخص الذهبية تغطي كل هذا وتعمل على تحقيق ما يحتاجه المستثمر
من خلال هذه الرخصة الذهبية التي يعني أسلقت كثير من صدور هؤلاء المستثمرين حول العالم بتيسير هذه الرخصة الذهبية. وأعتقد الرخصة الذهبية النهاردة الكل يقف لها احتراما وتقديرا بناء على ما قامت به الدولة المصرية من تذليل لكل العقبات التي كانت تعترض كثير من المستثمرين سواء في المناطق الحرة أو في المناطق الصناعية. يعني بالفعل يا دكتور خالد كان في يعني العديد من المستثمرين أو رجال الأعمال يعني بيجدوا صعوبة في استخراج تراخيص مثلا لمصانع جديدة أو شركات جديدة. خلينا نكون منطقيين، يعني عشان أنا أجي كمستثمر عشان أجي وأضخ أموال وأضخ استثمارات وأسس شركة وأذهب إلى الحصول على تراخيص أراضي، تراخيص مباني، تراخيص إنشاءات، تراخيص أذهب، يعني ممكن المستثمر يقعد سنة أو سنة ونص بحثا على هذه التراخيص ولم يتم إنشاء هذا المشروع أو لم يتم اكتمال هذا المشروع من خلال اكتمال النشاط اللي أنا جاي أستثمر فيه. فأعتقد كان معوقات كثيرة وبتؤدي إلى وقف كثير من استثمارات خارجية كانت بتجاية لمصر، وقفت بناء على صعوبة ويعني الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة المشروعات لهذه الأنشطة المختلفة في كل عموم مصر. إنما الرخص الذهبية حلت هذه الجزئية ووفرت على المستثمرين الكثير من الوقت والمال والجهد، وقدرت إن في خلال وقت قصير يحصل المستثمر على الرخصة ويحقق له مزيد من الطمأنة لمزيد من ضخ الأموال والاستثمارات داخل المشروع المقام سواء في منطقة حرة أو في مناطق صناعية اللي موجودة والمنتشرة في كل عموم مصر. وأعتقد دي بتبقى نقطة انطلاقة لدعم القيادة السياسية للحصول أن تكون القطاع الصناعي فعلا قاطرة النمو، قاطرة زيادة الصادرات وصولا إلى 100 مليار دولار. لن يتحقق وصول هذا الرقم إلا من خلال تطوير الصناعة وتوطين صناعات جديدة، وده مش هيتحقق إلا إذا كان في عندي تيسيرات وبالأخص الرخصة الذهبية اللي الحقيقة كانت نقطة فارقة في كثير من النشاطات وكثير من الأنشطة اللي النهاردة بنلاقيها وجدت على أرض مصر ما كانتش موجودة قبل كده على أرض مصر. أيضا دكتور خالد لو تحدثنا عن المؤتمر الاقتصادي إن شاء الله آخر الشهر القادم أو خلال الشهر القادم، يعني كيف ترى انعقاد هذا المؤتمر وأيضا يعني الفائدة التي ستعود من انعقاده؟ الحقيقة السيد الرئيس دايما بيبذل ما لديه من وقت وجهد لتحقيق صالح الوطن وصالح المواطن في كل ربوع مصر. هذا المؤتمر الحقيقة الذي دعا عليه السيد الرئيس بيصب في صالح الاقتصاد المصري والصناعة المصرية وفي صالح معالجة، يعني النهاردة احنا عاوزين نعمل مؤتمر المؤتمر ده أحد أهدافه هو مزيد من الاستثمارات، أحد أهدافه ما هي المشكلات التي تقابل المستثمرين الحاليين النهارده؟ كان في مشكلة الرخصة الذهبية واتحل، كان في مشاكل أخرى قد تعيق بناء على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية اللي أثرت على الاقتصاد العالمي، طب النهارده هل في مشكلات من هذه المشكلات في لها تأثير موجود على الوضع في مصر؟ هل في آثار سلبية على الاقتصاد المصري من خلال تداعيات هذه الحرب؟ ما هي هذه المشكلات وكيفية وضع حلول ناجعة وعاجلة لمعالجة هذه المشكلات واستعراض للفرص الاستثمارية الهائلة التي أحدثتها الدولة المصرية بناء على البنية التحتية التي تم استحداثها من خلال بناء إعادة بناء الجمهورية الجديدة في كل ربوع مصر اللي أطلق عليها بنك جولدن سانشز. قال مصر إن قدرت تحقق بفضل البنية التحتية اللي وجدتها القيادة السياسية في مصر أن تؤهل مصر أن تكون من ضمن أفضل 10 اقتصادات على مستوى العالم. ما هو حجم الاستثمار المطلوب؟ ما هي النواقص في القطاعات الصناعية المختلفة؟ وكيفية العمل على جذب هذه النواقص والعمل على زيادة الإنتاج؟ ليه؟ لأن في مشكلة عالمية موجودة في سلاسل الإمداد والتوريد، إن النهاردة إزاي أعالج هذا الخلل؟ وإزاي نعالج هذا النقص في بعض السلع والمنتجات حول العالم؟ ازاي انا اعمل على توفيرها لصالح في الدوله المصريه لصالح المواطن المصري ولصالح كل الدول
وأن تكون مصر قاعدة تصديرية لكل الدول من خلال النقص الذي أحدثته الحرب وتناقص وتباطؤ سلاسل الإمداد والتوريد. ده مطلوب منه إيه؟ مطلوب مؤتمر اقتصادي النهارده، مطلوب مؤتمر اقتصادي الهدف منه هو إزالة كل العقبات أمام المستثمرين الحاليين والراغبين. النهارده المشكلات اللي بتقابل القطاعات الصناعية وكل القطاعات اللي موجودة سواء صناعية أو زراعية أو بحث واستكشاف على البترول أو قيمة مضافة على الغاز والبترول اللي موجود ومستخرج، إزاي إن أنا أحقق هذه الطفرة وأحقق القيمة المضافة من قدرات وإمكانيات الدولة المصرية من خلال أزود حجم. شكرا جزيلا لك الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي.